في المسألة رقم 5، الراجل بيقول لي هنا given 2 ب 2 the vertical projection of a segment AB، يعني مديني المسقط الرأسي بتاع قطعة مستقيمة اسمها AB، and the horizontal projection والمسقط الأفقي of the point A، مديك المسقط الأفقي اللي هو المسقط بتاع الباي واحد بتاع النقطة A اللي هو A واحد، يعني the horizontal projection A واحد of the point A. بيقولي لو الزاوية بين ال AB و باي 3 45 درجة، الزاوية the angle between AB و باي 3 تساوي 45 درجة، اللي هي الزاوية اللي احنا بنسميها ايه؟ جاما، الزاوية جاما بتاع القطعة المستقيمة AB 45 درجة. بيقولي and YB أقل من YA، قلنا الشرط ده لما بشوفه في اي مسألة معناه ان انا هيطلع عندي حلين والاتنين صح، فانا لازم اختار الحل اللي يحقق الشرط ده. ايه المطلوب؟ find the remaining projections of the segment، هاتلي بقية المساقط بتاع هذه القطعة المستقيمة. يبقى هو مديك مسقط من مساقط القطعة المستقيمة وعايز المسقطين التانيين. طبعا مسألة بسيطة خالص، كل الحدوتة هنا انا عندي بي 2 موجودة، فين البي 1 هتبقى موجودة فين؟ هتقولي هاجي من بي 2 ارسم الاول، ادي خط 45 اهو، الاول النقطة A 1 و A 2 اقدر اجيب A 3 مش كده؟ هو عايز بقية المساقط بتاع القطعة المستقيمة A B، فانا عندي دلوقتي A 1 و A 2 اقدر طبعا اجيب A 3، اخد افقي من A 2 واخد كمان افقي من A 1 لغاية خط 45 ورأسي اجيب A 3، تمام؟ طب بالنسبة لبي 2 مش هعرف اجيب بقية المساقط بتاعتها، بس اقدر من بي 2 ارسم خط رأسي والخط ده يبقى لوكس لبي 1 مش كده ولا ايه؟ البي 1 والبي 2 بيبقوا على نفس خط التناظر، واقدر اخد من بي 2 خط افقي ويبقى الخط ده لوكس لبي 3. بالظبط كده، يبقى انا كده عندي لوكس لبي 1 ولوكس لبي 3. فين بقى البي 1 والبي 3؟ نرجع نشوف معطيات المسألة، هو مش مديني اي حاجة تانية في المسألة غير الزاوية جاما، هي الزاوية جاما بتاع القطعة المستقيمة اي بي. ايه استخدامها عندي في منهج الاسقاط؟ يا اما القطع اي بي تكون في حالة خاصة فبتبقى مايلة بزاويتين الفا وبيتا او الفا وجاما او بيتا وجاما حسب الزاوية الخاصة اللي هي حالات التوازي، او مثلثات الحل، الزاوية الفا الزوايا اللي هي الفا وبيتا وجاما مالهمش استخدام في المنهج، في المنهج الاسقاط لما الراجل يديني زاوية يبقى انا في حاجة من اتنين، يا القطعة في حالة خاصة يا اما في حالة عامة يبقى هرسم لها مثلث حل. فهنا القطعة A B ما قاليش هو ان هي في حالة خاصة، وبالتالي على طول زاوية جاما يبقى انا هرسم بيها مثلث حل. طب هو المثلث اللي بيستخدم فيه الجاما بحتاج فيه ايه؟ افتكر كده تلات مثلثات الحل، المثلث اللي زاويته جاما محتاج القاعدة بتاعته بتبقى ايه؟ 3 ب 3 مش موجودة عندي، والارتفاع بتاعه بيبقى ايه؟ دلتا اكس. موجودة هنا الدلتا اكس؟ موجود، ما انا عندي الاكس بتاعت الايه اهي اللي هي من الاوريجين لغاية خط التناظر ده، والاكس بتاعت البي اهي من الاوريجين لغاية خط التناظر ده، يبقى الدلتا اكس هي المسافة دي، دي دلتا اكس بس خلاص. يبقى مثلث الحل احنا قلنا بيترسم بمعلومتين، اي معلومتين غير الزاوية القائمة، هو مثلث قائم اصلا، فانا محتاج معلومتين، يا قاعدة المثلث ايه 3 ب 3 يا ارتفاعه دلتا اكس، يا اما الوتر بتاعه ترو لينس مع الزاويه جاما، الزاويه جاما موجوده عندي، يبقى انا محتاج يا قاعده المثلث اي 3 ب 3 يا ارتفاعه اللي هو دلتا اكس يا اما الوتر بتاعه اللي هو ترو لينس. فانا ما عنديش حاجه غير جاما وعندي هنا دلتا اكس، الجاما موجوده يبقى عندي دلتا اكس، خلاص جري اروح ارسم مثلث. مثلث الحل بيترسم ازاي الاول؟ قلنا دايما برسم قاعده المثلث الاول حتى لو هي مش عندي، ما عنديش انا قاعده المثلث اللي هي اي 3 ب 3 بس هرسم خط افقي الاول، الزاوية جاما ب 45 اروح جاي من هنا كده، او عندي دلتا اكس الاول، عندي دلتا اكس موجودة فاروح راسم من هنا خط تناظر رأسي، خط عمودي قصدي، خط عمودي واروح قايس عليه الدلتا اكس مش كده، خط عمودي واقيس عليه الدلتا اكس، اخد دي بالبرجل من هنا من غير ما اقيسها ولا حاجة واروح حاططها هنا على العمود. طب الزاوية جاما ب 45 يا
يبقى انا عايز ارسم من نهاية العمود ده اللي هو دلتا اكس خط كده بيعمل هنا زاوية 45 درجة. طبعا ممكن احط المسطرة هنا وبالمثلث الارسطو بالزاوية 45 بتاعته اروح شادد خط كده بيعمل زاوية 45 هنا. يبقى دي الدلتا اكس اهي اللي هي موجودة هنا، موجودة في المسألة اصلا جيفن دلتا اكس، وارسم خط اهو الوتر بتاع المثلث بيعمل زاوية هنا جاما 45. كده انا جبت ايه من المثلث؟ جبت منه حاجتين، جبت منه الوتر بتاعه اللي هو ترو لينس. يبقى ممكن اول سؤال اساله لك هنا في المساله هو الترو لينس بتاع القطع اي بي هيطلع بكام؟ الترو لينس بتاع الاي بي هيطلع بكام؟ فتقيس انت الوتر ده تشوفه كام طوله كام وتقول لي طلع طوله كذا. وجبنا ايه كمان من المثلث؟ قعدته اللي هي ايه 3 ب 3. قعده مثلث الحل بيترسم بيها دايره في اي مساله زي ما اتفقنا. قعده مثلث الحل طالما طلعتها انت من المثلثات الحل على طول جاري تاخد ايه 3 بي 3 بالبرجل وتروح تركز عند ايه 3 وتروح راسم دايره وتقول لي الدايره دي لوكس لبي 3. ايه 3 بي 3 بتركز بيها عند ايه 3 وترسم دايره وتبقى الدايره دي عليها البي 3 لوكس للبي 3. تقوم تقطع لك الخط الافقي ده اللي هو كان الافقي من بي 2 اللي هو لوكس لبي 3 في نقطتين، مش كده؟ يبقى عندي هنا حلين لازم هيديني شرط اختار منهم حل واحد وحيد عشان كلنا نختار نفس الحل. فالحل النقطه دي تنفع تبقى بي 3 والنقطه دي تنفع تبقى بي 3. راح قايل لي الواي بتاعت البي اقل من الواي بتاعت الايه، يبقى اخد اللي على اليمين دي ولا على الشمال دي عشان تبقى الواي بتاعت البي. هي فين الواي بتاع الايه هنا؟ الواي بتاعت الايه 3 دي فين؟ اللي هي المسافه دي بعد الايه 3 على محور الزد. لما اقول لك واي بي هي الصغيره اصغر من واي ايه يبقى لازم بي 3 تبقى هي اللي على اليمين دي عشان تبقى المسافه دي واي بتاعت البي 3 اصغر من الواي بتاعت الايه 3. دي واي بتاعت البي ودي الواي بتاعت الايه، كده واي بي اصغر من واي ايه. لو قلت لك واي بي اكبر من واي ايه يبقى لازم تاخد بي 3 النقطه الثانيه دي عشان تبقى الواي بتاعت البي هي الكبيره والواي بتاع الايه هي الصغيره. خلاص كده جبنا بي 3. تجيب بي 1 ازاي؟ حل من اتنين، يا اما تاخد المسافه واي بي دي وتيجي هنا تقيس الواي عشان تجيب بي 1 او على خط 45. بيسهل لي جدا الحكايه دي، اروح راسم راسي من بي 3 لخط ال 45 وافقي يقطع لك خط التناظر ده في البي 1 بس. خلاص كانك نقلت الواي بتاعت البي جبتها هنا يعني. واضح؟ وصل لي بقى ايه 1 ب 1 وصل ايه 3 ب 3 هو ده المطلوب في المساله. يبقى المساله دي كلها مبنيه على فكره مثلث حل، يعني هو مثلث حل اللي حل لي المساله كلها. لان يعني النقطه A 1 و 2 جيفن فروحت خدت افقي افقي راسي جبت A 3. نقطه B 2 جيفن فرسمت خط تناظر ولوكس لبي 1 وخط افقي لوكس لبي 3. يتبقى ان انا اجيب لوكس تاني بقى للنقطه B عن طريق ايه؟ عن طريق مثلث الحل. هو مديك جاما وعندي دلتا اكس، فدلتا اكس وجاما يرسموا لي المثلث الثالث، مثلث الحل الثالث اللي هو قعدته A 3 ب 3. خدنا A 3 ب 3 من هنا ورسمنا داير. مساله في غايه البساطه خلاص كتطبيق على مثلثات الحل. مسألة رقم 6، الراجل بيقول لي given a straight line M، given a straight line M and a point A تنتمي إلى M. مديك خط M أهو given معطى في المسألة M1 و M2 وفي نقطة اسمها A تنتمي إلى خط M. طبعا مساقة النقطة على مساقة الخط يبقى النقطة على الخط أكيد. find a point B، هات لي نقطة تانية اسمها B تنتمي إلى M برضو، عايز نقطة تانية اسمها B واقع على الخط M. ماشي، at a distance 6 سنتيمتر from النقطة A، على بعد 6 سنتيمتر من النقطة A. بيقول لي and XB أكبر من XA، بحيث إن الـ XB اكبر من الاكس ايه. يبقى المساله دي لها حلين وبيجبرني اختار الحل اللي يحقق الشرط ده. طب ده شيء هاي. واحد يقول لي طب المساله سهله خالص، انت عندك النقطه ايه موجوده على الخط، هو عايز نقطه تانية على الخط ام على بعد 6 سم من النقطه ايه. واحد هيقول لي طب ما سهله، طب ما انا اجي من A2 A2 اروح قايل 6 سم جايب B2. اقول لك غلط، لان A2 B2 مش ترو لينس. الخط ام ده في حاله عامه، ام 1 هنا مايل وام 2 هنا مايل، يبقى الاي 2 بي 2 مش هتطلع 6 سنتي. واحد يقول لي خلاص اقيس من اي 1 6 سنتي كده اجيب بي 1.
اقول له برضه ما ينفعش، لان ايه واحد بي واحد مش هتبقى ترو لينس. عارف انا لو كنت اديتك ام 2 ده افقي كده، لو كان بيمر ب A2 كده وافقي يبقى خط هوريزونتال، كان يبقى ام 1 ده ترو لينس، اروح قايس عليه 6 سنتي على طول جايب بي 1. لو كان ام 1 ده افقي كده بيمر ب A1، الخط ام 1 ده كان افقي بيمر ب A1 بيوازي محور الاكس، يعني يبقى اللي فوق ده ترو لينس، يبقى خط فرنت الخط بيوازي باي 2، فكنت اقدر اقيس هنا 6 سنتي. لكن طالما ام 2 مايل وام 1 مايل يبقى الخط ده في حاله عامه، يبقى مسقطه هنا مش ترو لينس وهنا مش ترو لينس. الفكره كلها بقى نجيب الترو لينس بتاع الخط ام ده ازاي عشان اقيس عليه 6 سنتي، اجيب النقطه بي الحقيقيه عليه. بسيطه جدا، عمليه في غايه البساطه. الفكره كلها ان انا هختار هنا اي نقطه، شفت كده حطيت بالقلم اي نقطة على ام 2 وهسميها مثلا كي 2، واروح نازل خط تناظر رأسي جايب كي 1 على ام 1، يبقى انا خدت نقطة تانية غير النقطة ايه اسمها كي. تاخدها فين بقى، على يمين ايه ولا على شمال ايه؟ هو عايز النقطة بي فين؟ عايز اكس بي اكبر من اكس ايه، مش كده؟ وعايز اكس بتاع البي اكبر من اكس ايه، يبقى النقطة بي هتبقى على يمين ايه ولا على شمال ايه؟ هتبقى على يمين الايه. يبقى لان ده الاكس بتاع الايه اهو من الاوريجن لغاية خط التناظر ده، ده اكس ايه، الاكس بي هي الكبيرة، يبقى لازم البي تبقى على يمين، عشان كده خدت انا كي دي على يمين النقطة ايه بمسافة قد ايه بقى، اي حاجة انت عايزها مش هتفرق، خد الكي 2 على يمين. طب لو كان قايل لي اكس بي اصغر من اكس ايه، كنت خدت كي 2 هنا كده على شمال الايه، لان المفروض النقطة بي هتبقى على الشمال، نقطة بي كانت هتبقى لو اكس بي اقل من اكس ايه كانت يبقى الاكس بتاع البي على شمال النقطة ايه هنا، عشان يبقى الاكس بتاعتها هي الصغيرة، فكنت هاخد كي 2 هنا وكي 1 هنا كده، كي 2 وانزل خط التناظر اجيب كي 1. طيب انا عندي اكس بي اكبر من اكس بي ايه، يبقى النقطة بي هتبقى على اليمين هنا، فخدت كي 2 على اليمين ونزلت كبت كي 1 خلاص. وبعدين تعالى على القطعة المستقيمة اي كي دي نرسم لها مثلث حل، بس دي المسألة الوحيدة اللي هقول لك أنا عايزك في دي ترسم مثلث الحل فوق مونج، ما ترسمهوليش بره مونج. واحد يقول لي اشمعنى يعني؟ هقول لك كده هتشوف دلوقتي. المسألة دي الوحيدة اللي هو موضوع ده بنجيب حاجة اسمها اتجاه الترو لينس بتاع الخط إم، اتجاه الترو لينس. فأنا هعمل إيه هنا؟ هاجي عايزك ترسم لي هنا مثلث الحل من عند النقطة كي على طول. طبعًا تقدر تيجي على A2 K2 ترسم عمود وتحط عليه دلتا واي، او تشتغل تحت تيجي على A1 K1 ترسم من K1 عمود وتحط عليه دلتا زد بين الA والكي، مش كده ولا لا؟ لو اشتغلت على A1 K1 يبقى العمود هيبقى دلتا زد، هجيب دلتا زد منين؟ من فوق، فرق الزد بين الA والكي، زد الكبير ناقص زد الصغير. طب لو اشتغلت على A2 K2 اهو هرسم من K2 عمود، طب العمود اللي على A2 K2 بيتحط عليه ايه؟ دلتا واي، دلتا واي بين الاي والكي، اجيب دلتا واي منين؟ من تحت، ما هي الواي بتاعت الاي هي المسافه دي، الواي بتاعت الاي والواي بتاعت الكي هي المسافه دي، اطرح دي من دي ازاي؟ اروح جاي من اي واحد واخد خط افقي بيوازي محور الاكس، فين دلتا واي بقى؟ اللي هي الحته دي، فرق الارتفاع، فرق الارتفاع بين اي واحد وكي واحد، دي واي اي والمسافه الراسيه دي واي كي، لما تطرح واي الكبيره ناقص واي الصغيره خد افقي كده من واي الصغيره وخد الفرق ده، ده فرق الوايات، واي الكبيره ناقص واي الصغيره، دلتا واي خدها بالبرجل الحته الصغيره دي وروح جاي قايسها هنا، قايسها على العمود واقفل المثلث. لما تقفل المثلث ده يبقى ده مين؟ ده كده الترو لينس بتاع الاي كي، الوتر بتاع المثلث ده الترو لينس بتاع الاي كي. لو مديت هذا الوتر على استقامته كده بنقول على ده اتجاه الترو لينس بتاع الخط ام، اتجاه الترو لينس بتاع الخط ام كله، يعني ده يعتبر الخط ام الحقيقي، الخط ام الاحمر ده الخط الترو لينس بتاعه الحقيقي. فاقدر لما اقول لك هات لي نقطه بي تبعد عن ايه 6 سنتي، قيس ال 6 سنتي بقى على الخط الازرق ده زي ما انت عايز، ده اتجاه الترو لينس. يبقى انت هنا رسمت مثلث حل للقطعه المستقيمه اي كي عشان تجيب الوتر بتاع المثلث ده، الوتر ده هو الترو لينس بتاع القطعه المستقيمه اي كي، لو كملته على استقامته كده بنسمي ده اتجاه الترو لينس بتاع الخط ام، اتجاه الترو لينس بتاع الخط ام. فتعالى من عند اي 2 بقى وروح قايس هنا مسافه من عند النقطه ايه، قيس 6 سنتي على الترو لينس ده،
هتجيب نقطة بنسميها بي بين قوسين مستطيلين كده، يعني دي النقطة بي الحقيقية اللي كانت على الخط ام الأصلي، نقطة بي الأصلية مش كده؟ ما هياش المسقط من مساقط النقطة، ده دي النقطة بي الأصلية اللي كانت على الترو لينس. نعمل ايه بقى عشان نجيب بي اتنين؟ هتقولي من النقطة بي دي هرسم عمود على ام اتنين، عمود على ام اتنين عشان يطلع لي مثلث حل. مش انت كنت راسم مثلث حل ال اتنين ك اتنين، راسم عمود كده وجبت الوتر بتاعه؟ انا بقى بجيب وتر تاني طوله 6 سنتي، وتر طوله 6 سنتي اللي هو ترو لينس 6 سنتي، واروح راسم عمود فيطلع قاعدة المثلث الكبير ده هي مين؟ دي البي اتنين. ما هو دي اتنين باتنين اللي هي قاعدة مثلث الحل، بس اللي الترو لينس بتاعه كام؟ 6 سنتي. يبقى انا كده اكن راجع بالمقلوب. يبقى انا رسمت مثلث حل الاول عشان اجيب الوتر ده اللي هو الترو لينس، مديت الترو لينس ده وحطيت عليه الترو لينس بتاع القطعة المستقيمة اي بي اللي هي 6 سنتي. ايه هو مديالي ديستانس 6 سنتي. قست الترو لينس ده، رسمت عمود اكني برسم مثلث حل زي الصغير ده بس كبير بقى، الوتر بتاعه 6 سنتي، يقوم قعدته دي هي 2 ب2، 2 ب2. اجيب بي واحد ازاي بقى؟ خلاص كده اروح راسم خط تناظر راسي من بي 2 يقطع لي هنا الخط ام 1 في بي 1. هل اي 1 بي 1 دي طولها 6 سنتي؟ لا. هل 2 ب2 دي طولها 6 سنتي؟ لا. لكن الترو لينس بتاع القطعه اي بي هو اللي 6 سنتي. يعني لو رسمت عمود من بي 2 وخدت الدلتا واي هنا، لان انت عارف لو كملت الخط ده كده وخدت دلتا واي بين الاي والبي هتلاقي هي نفس الدلتا واي دي بالظبط، يبقى كانك راسم مثلث الحل بس جبناه بالمقلوب. يعني جبنا الوتر بتاعه الاول وبعدين رسمنا عمود عشان يجيب قاعدته 2 ب2، وبعد كده رسمنا خط راسي عشان يجيب لك بي 1. طالب هيسالني يقول لي طب افرض انا خدت كي 2 في مكان تاني هنا كده على الشمال شويه كده ونزلت جبت كي 1 وجيت رسمت مثلث حل، هرسم عمود. اقول لك بدل هتيجي تاخد الدلتا واي هنا تبقى صغيره شويه، هترسمها فهيطلع لك نفس الخط ده. طب واحد خد كي 2 هنا كده شويه وخد خط تناظر جاب كي 1، تيجي تاخد الدلتا واي هنا وتحطها هنا هيديك نفس الخط. يبقى كلنا مهما كان اختلاف الكي 2 اللي احنا هنختارها، كلنا لما نيجي نجيب اتجاه ترو لينس هيطلع هو نفس الخط ده، فهنقيس عليه 6 سنتي ونرسم عمود هنجيب بي 2 في نفس المكان. كلنا هنجيب نفس البي 2 ونفس البي 1. اقدر بعد كده اقول لك هي الزد بتاع البي دي بكام، الزد بتاع البي طلع بكام، او الواي بتاعت البي طلع بكام، مش كده ولا ايه؟ او اقول لك ايه 1 بي 1 طلع طولها كام، او ايه 2 بي 2 طلع طولها كام، ايا كان بقى اسالك في اي سؤال يعرفني اذا كنت جبت البي صح ولا لا. هو ده الامتحان الام سي كيو، الاسئله الام سي كيو تبقى كده، بسالك على اللي انت جبته ده، اي سؤال بقى، اي سؤال يبين لي انت جبت النقطه بي صح ولا لا. طب افرض واحد بدل ما يشتغل مثلث الحل فوق هنا رسم مثلث الحل تحت، يعني كان جايب ايه 1 كي 1 رسم عليها عمود وخد دلتا زد بين الاي 2 والكي 2 وحطها هنا ووصل، كان هيطلع لك برضو اتجاه ترو لينس هنا، كنت هقيس عليه 6 سنتي وبعدين ارسم عمود كان هيجيب لك بي 1 في نفس المكان وتطلع خط تناظر تجيب بي 2. فانا ممكن اشتغل المساله دي في الباي 2 او اشتغلها في مثلث الحل بتاع الباي 1، يعني ايه 1 كي 1 ودلتا زد. تمام، دي المساله رقم 6. المساله 7 بيقول لي ريبريزنت ذا تو بروجكشنز اوف ان ايكولاترال تريانجل. ريبريزنت ذا تو بروجكشنز، هات لي مسقطين اتنين، المسقطين اتنين هو عايز مسقطين اتنين بس مش عايز الثلاث مساقط، of an equilateral triangle. equilateral يعني متساوي الأضلاع، equilateral كلمة equal يعني متساوي، equal متساوي، equilateral triangle يعني مثلث متساوي الأضلاع اسمه ABC. if its side، لو الضلع AB is given، هو مديهلك الضلع AB كده مرسوم جاهز في الورقة، الضلع AB is given مرسوم جاهز، او ممكن طبعا اديك احداثيات النقطة A واحداثيات النقطة B وانت تمثلهم، تجيب A1 2 تمشي X و Y و Z، تجيب الـ A الـ X وبعدين هو خط تناظر تقيس Y تجيب A1 تقيس Z تجيب A2. فاوديك احداثيات النقطة B، يعني ممكن اديك القطعة تمثلها انت او اديها لك مرسومة زي المسألة دي كده. بيقول لك عند النقطة C علامة استفهام واحد وعلامة استفهام. هو الواحد دي بيتعمل بيها ايه صحيح؟ ده لوكس على طول. شطار، الواي بتاعه النقطه سي بترسم بيها ايه؟ لوكس.
بروح قايس الواي هنا بواحد، موجب واحد لتحت، وراسم خط افقي يبقى لوكس لمين؟ لسي واحد. بس تعال اعرفك الاول معلومه مهمه جدا، يعني ايه ايكولاترال تريانجل قلنا؟ يعني مثلث متساوي الاضلاع. يعني ايه مثلث متساوي الاضلاع؟ يعني اي بي بيساوي بي سي بيساوي سي دي، والزوايا كلها بتطلع 60 درجه، صح؟ 60 60 60. المثلث ده متساوي الاضلاع في الحقيقه، لكن في المسقط مش هيطلعوا متساويين. ليه سعادتك؟ الترو لينسز بتاع المثلث، كون ان هو متساوي الاضلاع ده معناه بس بالنسبه لي ان الترو لينس بتاع الضلع ده قد الترو لينس بتاع الضلع ده قد الترو لينس بتاع الضلع ده. الاطوال الحقيقيه، المثلث اللي في الهواء اللي مايل في الهواء اضلاعه قد بعض. لكن الثلاث اضلاع دول لما هتيجي تسقطهم في باي واحد ولا تسقطهم في باي اتنين، كل ضلع منهم بيبقى مايل على الارض بزاويه، فهيطلع له مسقط بطول مختلف. يبقى المساقط مش هيطلع مثلث مساوي الاضلاع، هيطلع كل مسقط بطول. طب نعمل ايه؟ هو الراجل مديني هنا ضلع من الثلاث اضلاع دول، المسقط بتاعه ايه؟ واحد بواحد، اتنين باتنين. هل اقدر اجيب الترو لينس بتاع الضلع ده؟ ايوه اقدر اجيب الترو لينس بتاع اي قطعه مستقيمه باستخدام مثلثات الحل. خلي بالك لان ايه، واحد بواحد دي مايله، اتنين باتنين مايله، يعني القطعه دي في حاله عامه، يبقى المسقط ده مش ترو لينس والمسقط ده مش ترو لينس. معايا؟ فنعمل ايه عشان نجيب الترو لينس؟ بسيطه، نرسم مثلث حل للضلع اي بي. نرسمه ازاي؟ نروح واخدين افقي كده الاول، اللوكس ده المفروض ان دي اول خطوه في اي مساله في الدنيا، طالما اداني لوكس زي ده اروح ارسمه الاول عشان ما انساش، لان هستخدمه في حل المساله اكيد. هو بيقول لي النقطه سي كام؟ علامه استفهام وواحد وعلامه استفهام. قلنا نعمل ايه بالواحد ده؟ الواي، هروح قايس الواي بتاعت السي اللي هي 1 سنتي، واروح راسم خط افقي واكتب عليه لوكس لمين؟ لسي 1. الواي بتديني لوكس لسي 1. ولو كان مديني زد، لو كان مديني الزد بتاع السي بواحد، قلت له علامه استفهام وعلامه استفهام واحد، كنت هنقيس الزد هنا بواحد ونرسم خط افقي، بس كان هيبقى لوكس لسي 2 وسي 3. لوكس لسي 2 وسي 3. هو طالما مديني واي هقيس الواي موجبه لاسفل وارسم خط افقي، بس الواي بيجيب لي لوكس لسي 1. طب ده شيء هايل. يلا بقى نروح للقطعه اي بي، الضلع اي بي اللي هو مديهولي، نرسم له مثلث الحل. هروح راسم خط افقي الاول. قلنا دايما قاعده المثلث بتترسم الاول، واقيس عليه المسافه اي 1 اي بي 1. هاخد اي 1 بي 1 دي بالبرجل واحطها هنا، اي 1 بي 1، وبعدين ارسم على من بي 1 او من اي 1 عمود، واحط على العمود ده ايه؟ دلتا زد. طالما خدت ايه واحد بي واحد يبقى العمود هيبقى دلتا زد. اجيب دلتا زد منين؟ اروح واخد من بي 2 افقي كده، ويبقى فين الدلتا زد؟ هي دي فرق الزد بين الايه والبي، زد الكبيره ناقص زد الصغير، فرق الزد. اروح جاي من هنا من عند البي او من عند الايه زي ما انت عايز، ارسم عمود وحط الدلتا زد دي، خدها بالبرجل وحطها هنا، واقفل المثلث. مين الوتر بتاع المثلث ده؟ ده الترو لينس. الترو لينس بتاع مين؟ بتاع كل حاجه. ده الترو لينس بتاع الاي بي، وهو نفسه بتاع الاي سي، وهو نفسه بتاع البي سي. يبقى ما هو الثلاث اضلاع الحقيقيه قد بعض، اللي هو الطول ده. يبقى الطول الازرق ده هو طول ضلع المثلث الاصلي اللي هو شكله كان كده، المثلث الاصلي اللي كان في الهواء. انت كده جبت طول ضلعه الحقيقي. طيب عايزين بقى نجيب الضلعين التانيين مساقطهم شكلها ازاي؟ يعني عايزين نجيب اي سي وبي سي. واحد يقول لي طيب هو مش مثلث متساوي الاضلاع؟ تعالى خد الضلع اي 1 بي 1 ده بالبرجل، واركز عند اي 1 واعمل قوس، ومن عند بي 1 واعمل قوس، هات سي 1. غلط طبعا، لان المثلث ده في الحقيقه متساوي الاضلاع، لكن في المسقط هنا مش هيطلع متساوي الاضلاع، لان كل ضلع بيطلع مسقطه مختلف. قلنا الاسقاط لا يحافظ على اطوال الاضلاع، بتبقى القطعه المستقيمه طولها 10 سنتي، تيجي تسقطها تطلع 4 سنتي، تطلع 4.4، تطلع 3.2 حسب زاويه الميل بتاع القطعه المستقيمه على الارض. فدلوقتي الخط ايه؟ المساقط بتاع الاضلاع دي مش هتطلع ترو لينس. هتقولي طب وانا اجيب المساقط بتاع الاضلاع بي سي واي سي منين؟ اقول لك من مثلثات الحل. من مثلثات الحل. تعال نروح نرسم مثلث حل للضلع بي سي، ونرسم مثلث حل للضلع اي سي، عشان القاعده بتاع مثلث الحل بتبقى هي احدى المساقط، مش كده ولا ايه؟ بتبقى مسقط من المساقط. هتقولي طب وانا عندي ايه؟ ارسم بيه مثلث حل للضلع بي سي وللضلع اي سي.
الضلعين التانيين اللي هم مش موجودين عندي، هقول لك عندك الترو لينس موجود. ترو لينس اللي انت جبته ده بتاع الضلع اي بي هو نفسه بتاع الضلعين التانيين، يبقى انا عندي كل ضلع من الضلعين التانيين دول عندي ترو لينس بتاعه. مش بس كده، وعندي كمان دلتا واي. ما هو الراجل مديني الواي بتاعت السي دي، عشان كده يبقى عندك ايه، ما انت عندك واي سي بواحد والواي ايه موجوده، يبقى فين دلتا واي؟ اهي ادي الدلتا واي بين البي والسي اهي، اللي هو واي بي ناقص واي سي، وادي الدلتا واي اهي بين الاي والسي. يبقى عندك للضلع اي سي دلتا واي، وللضلع بي سي عندك دلتا واي. يبقى نروح نرسم لكل واحد فيهم مثلث حل، كل ضلع من الضلعين دول هرسم له مثلث حل. تعالى نروح ناخد قاعده المثلث، دايما بنرسم قاعده المثلث الاول، وارسم عليه عمود وهحط عليه دلتا واي بين البي والسي اهي، دلتا واي بين البي والسي. انا برسم مثلث حل للضلع بي سي دلوقتي، رسمت له عمود وحطيت على العمود ده دلتا واي بين البي والسي. فين الترولينس؟ اهو اللي فوق ده، ما انا راسم المثلث الاولاني ده اللي هو بتاع الضلع اللي هو مديهولي جيفن، انا برسمه عشان اجيب منه ترولينس. خد بقى ترولينس الازرق ده بالبرجل، اركز هنا وخد الطول ده بالبرجل، وتعال اركز عند النقطه دي كده اللي هي نهايه الدلتا واي، وروح قاطع هنا كده اهو، عامل قوس ووصل النقطه دي بالنقطه التقاطع بتاع القوس ده، يبقى ده مين؟ ده ترولينس. ترولينس ده هو ده بالظبط، ده هو ده كده. انت عملت ايه؟ جبت ايه في المثلث ده؟ جبت منه ايه؟ القاعده بتاعته، قاعده المثلث دي اللي هي اسمها ايه بقى؟ بي 2 سي 2. اشمعنى بي 2 سي 2؟ ليه مش بي 1 سي 1؟ عشان دي دلتا واي، المثلث اللي فيه دلتا واي يبقى عندي بي 2 سي 2. عارف انا لو كنتش لو ما كنتش مديك الواي بتاع السي، لو كنت مديك زد بتاع السي هي اللي بواحد، الزد بتاع السي هي اللي بواحد، كنت رسمت خط افق كده كان لوكس لسي 2، كان مش هيبقى عندك بقى دلتا واي ودلتا واي، كان هيبقى عندك دلتا زد ودلتا زد. فكنت هتاخد الدلتا زد بين البي والسي وترسم نفس المثلث ده دلتا زد من البي والسي مع الترو لينس، بس كنت هتطلع قاعده المثلث بي 1 سي 1. مش كده؟ كان دلتا زد وترو لينس يجيب لك بي 1 سي 1، لكن دلتا واي المثلث اللي فيه دلتا واي قاعدته اسمها بي 2 سي 2، والزاويه بتاعته بيتا، بس انا مش عايز زوايا دلوقتي. طب البي 2 سي 2 بيتعمل بيها ايه في اي مساله في الدنيا؟ بترسم بيها دايره. طالما انت طلعت قاعده المثلث ما كانتش عندك، تاخد البي 2 سي 2 دي بالبرجل، خد البي 2 سي 2 بالبرجل، وتروح تركز عند مين؟ طبعا عند بي 2، عندي بي 2 سي 2 والبي 2 موجوده اهي، يبقى فين السي 2؟ هتقول لي اروح راسم دايره كده والدايره دي تبقى لوكس للسي 2. انا باخد بي 2 سي 2 بالبرجل واروح اركز عند البي 2 واروح راسم دايره، السي 2 تقع في اي حته على الدايره دي، يبقى ده لوكس للسي 2. ادي الخطوه، الضلع ده مثلث الحل بتاع الضلع بي سي. تعالى بقى نرسم اخر مثلث حل للضلع اي سي، الضلع الثاني خالص اللي هو التالت بقى، تالت واحد. الضلع اي سي عندي له دلتا واي اهو، دلتا واي بين الاي والسي موجوده، وعندي ترو لينس برضه، فهروح راسم خط افقي وارسم عليه عمود واحط على العمود ده دلتا واي الصغيره دي بين الاي والسي، واروح جايب الترو لينس ده اللي هو نفس الترو لينس ده الازرق ده بالبرجل، اروح جاي راكز هنا عند نهايه الدلتا واي وقاطع الخط الافقي ده اللي هو قاعده المثلث وموصل كده. يبقى الحته دي قد ايه برضه؟ نفس الترو لينس، ترو لينس ده هو ترو لينس ده هو ترو لينس ده، الترو لينسز كلها قد بعض، بس طلعنا من هنا قاعده المثلث، قاعده المثلث اللي فيه دلتا واي بين الاي والسي تبقى عباره عن ايه دي؟ عباره عن 2 سي 2، دلتا واي بين الاي والسي يجيب لك قاعده المثلث 2 سي 2. لو دلتا زد كانت جابت لك اي 1 سي 1، لو دلتا اكس كانت جابت لك اي 3 سي 3. كده انا طلعت 2 سي 2 من المثلث، اخدها وارسم بيها ايه؟ دايره. 2 سي 2 اخدها بالبرجل واروح اركز عند اي 2 واروح راسم دايره كبيره اهي، وتبقى الدايره دي لوكس لمين؟ لسي 2. بس خلاص عندك الدايره دي لوكس لسي 2، والدايره دي لوكس لسي 2 هيتقطعوا في كام نقطه؟ في نقطتين، دي تنفع تبقى سي 2 ودي تنفع تبقى سي 2. ممكن ببساطة أقول لك خلي بالك إن الواي بتاعت السي أصغر من الواي بتاعت البي. معلش الزد بقى، الزد بتاع السي أصغر من الزد بتاع البي، دي زد بي. أقول لك زد سي هي الصغيرة، يبقى اللي فوق دي ما تنفعش. طب لو قلت لك زد بتاع السي أكبر من الزد بتاع البي، يبقى لازم تاخد اللي فوق دي، يبقى اللي تحت دي ما تنفعش. مش كده؟ لو ما قلتلكش يبقى هتاخد أي واحدة فيهم.
طبعا لو امتحان ده ام سي كيو يبقى لازم اقول لك هتختار الزد في مين فيهم، مش كده؟ او ممكن في نموذج من النماذج اقول لك زد سي اصغر من زد بي، ونموذج تاني اقول له الزد بتاع السي اكبر من زد بي، يبقى واحد يختار النقطه اللي تحت وواحد يختار النقطه اللي فوق. معايا؟ طب لو قلت لك زد سي اصغر يبقى هناخد النقطه اللي تحت، انا هاخد زد سي هنا، الزد بتاع السي هنا بقت هي الصغيره اصغر من زد بي. خلاص يبقى خدنا النقطه سي 2 اللي تحت، وهنزل بس خط تناظر راسي على اللوكس بتاع السي 1 ده اجيب مين؟ سي 1. تعالى بقى نوصل المثلثين A1 B1 C1 اهو و A2 B2 C2 اهو. A1 B1 C1 و A2 B2 C2. احنا كده رسمنا ايه؟ المثلث المسقطين بتوع المثلث المتساوي الاضلاع. هل A1 B1 C1 طالع متساوي الاضلاع؟ لا خالص. هل A2 B2 C2 طالع متساوي الاضلاع؟ لا خالص خالص. هو الترو لينسز بتاع الاضلاع دي اهي في الثلاث مثلثات اهم، دي الترو لينسات بتاع الثلاث اضلاع متساويين، لكن المساقط مش متساويين، اللي هي قاعده المثلثات دي مش متساويين، ما بيطلعوش متساويين خالص. تمام كده؟ يبقى انا الفكره دي كلها ان انا عندي ضلع جيفن، رسمت له مثلث حل عشان اطلع منه ترو لينس، خدت الترو لينس ده مع الدلتا واي بين الاي والسي والدلتا واي بين البي والسي، رسمت مثلثين حل للضلعين التانيين، مثلث حل للضلع بي سي وبعدين مثلث حل للضلع اي سي، عشان اعرف المسقط بي 2 سي 2 طوله كام والمسقط 2 سي 2 طوله كام، اقوم ارسم بيهم دايرتين يتقطعوا في السي 2 بتاعتي. خلاص يبقى انا رسمت طب المساله دي ممكن انا جبتها مره قبل كده في امتحان وغيرت الواي دي جبتها زد، عملت علامه استفهام وعلامه استفهام واحد، هتفرق في حاجه؟ خطوات نفس الخطوات، هتروح قايس بدل واي قايس قلنا زد، وتروح راسم خط افقي يبقى لوكس لسي 2. كده بقى عندك دلتا زد بين البي والسي ودلتا زد بين الاي والسي. فهترسم المثلث كده كده الاولاني ده اي 1 بي 1 ودلتا زد تجيب الترو لينس. لما تيجي ترسم المثلثين التانيين دول هيبقى دي دلتا زد ودلتا زد، فتبقى دي بي 1 سي 1 ودي اي 1 سي 1. لما هتاخد بي 1 سي 1 هتركز بيها عند مين؟ عند بي 1 وترسم دايره. لما تاخد اي 1 سي 1 هتركز عند اي 1 وترسم دايره، هيبقوا الدايرتين دول تحتين، دايره من اي 1 ودايره من بي 1 هيتقطعوا في نقطتين، تاخد واحده فيهم هي السي 1 وتطلع على اللوكس بتاع السي 2 تجيب سي 2. مساله اتغيرت خالص؟ لا ما اتغيرتش، خطواتها زي ما هي بالظبط، بس بنشوفك فاهم الفرق بين الدلتا واي والدلتا زد في مثلثات الحل ولا لا. دلتا زد تجيب لك بي 1 سي 1، دلتا واي تجيب لك بي 2 سي 2. معايا؟ دي مسألة رقم 7. في مسألة زي دي بالظبط اللي هي مسألة 8. خلاص؟ اللي هي مسألة الشكل السداسي. دي مسألة محلولة في الكتاب، ممكن تبص عليها. خلاص؟ أو ممكن أبقى أنزل لك حلها بعدين يعني. خلاص؟ بالنسبة لمسألة رقم 9، الراجل بيقول لك أكيوب، أكيوب مكعب اسمه A B C D A داش B داش C داش D داش. أكيوب A B C D A داش B داش C داش D داش is given by its vertex A داش. هو مديلك الرأس بتاعته بس ال A داش. هو ايه المكعب الأول؟ يعني ايه مكعب؟ فاكرين مسألة المنشور الرباعي؟ المنشور الرباعي اللي هو التتراجونال بريزم، ريجولار تتراجونال بريزم اللي كان في شيت النقطة، كان يفرق ايه المكعب عن المنشور الرباعي؟ المنشور الرباعي كان قعدته A B C D عبارة عن مربع، والقعدة اللي فوق A داش B داش C داش D داش بتبقى مربع فوقيه على طول، بس كان له ارتفاع محدد في المسألة، كان يقول لك ارتفاعه 6 سنتي. يبقى المنشور يفرق ايه عن المكعب؟ إن ارتفاع المكعب A A داش هو نفسه طول ضلع القعدة، يعني جميع أطوال أضلاع المكعب متساوية في الطول، جميع أطوال أضلاع المكعب AB قد AD قد AA داش، يبقى ارتفاع المكعب AA داش هو نفسه طول ضلع المربع بتاع القعدة ABCD، وبالتالي كل المربعات دي تقدر تعتبرها قعدة المكعب، كل المربعات دي الست أوجه دول تقدر تعتبرهم أوجه قعدة المكعب. لكن في مسألة المنشور القاعدة اللي تحت A B C D مربع، والقاعدة اللي فوق مربع متماثل معاه قده بالظبط، وعندك أربع أضلاع رأسية A A داش و B B داش ممكن ياخدوا أي طول،
ارتفاع بقى 6 سنتي 7 سنتي 10 سنتي اللي هو ارتفاع المنشور. لكن كمكعب انا لو اديتك الارتفاع يبقى مش محتاج اديك طول ضلع القعده. طول ضلع القعده لو اديتك طول ضلع القعده مش شرط اديلك ارتفاعه، لان ارتفاعه قد طول ضلع القعده، لان جميع اطوال اضلاع المكعب متساويه في الطول. طيب الراجل بيقول لك خلي بالك النقطه ايه داش، النقطه ايه داش اللي فوق دي راس من رؤوس المربع اللي فوق از جيفن، مديك ايه 1 داش و2 داش مرسومه جاهزه. بيقول لك اتس فيس الوجه، ما على فكره هنا ليه ما قالش اتس بيز بقى، ما قالش اتس بيز القعده بتاع، لانه بيقول لك كل المربعات كل الاوجه دي فيسز، كل الاوجه دي الفيسز دي تقدر تعتبرها قاعده للمنشور. فبيقول لك اتس فيس اللي اسمه اي بي سي دي، اي بي سي دي يقع داخل الباي واحد، يقع داخل الباي واحد، يبقى حاطط المكعب ده على الارض. قلنا المعطى ده معناه حاجتين اتنين، قلناها في مساله المنشور زمان، ان طالما المربع اي بي سي دي يقع داخل باي واحد المعطى ده يعتبر معطيين اتنين مش واحد. اولا ان المربع اي بي سي دي لما اجي اسقطه على الباي واحد هتطلع ايه، هي اي واحد وبي هي بي واحد وسي هي سي واحد والدي هي دي واحد. يعني المربع اي بي سي دي مسقطه في الباي واحد هو مربع بشكله الحقيقي، هو نفس المربع. يبقى انت هترسم المربع هنا في الباي واحد مربع بشكله الحقيقي، جميع اطوال اضلاعه متعامده ومتساويه في الطول. خلاص. طب بيقول لي اند اتس فيرتكس سي، الفيرتكس اللي اسمها سي اللي هي اللي تحت دي احداثياتها علامه استفهام وخمسه وعلامه استفهام، علامه استفهام وخمسه وعلامه استفهام برضو. يعني مديك الواي، اول ما يديك واي زي دي تروح جري عامل لوكس، اول حاجه تعملها في اي مساله تعمل ايه بالواي دي؟ لوكس، تروح قايس الواي بخمسة سنتي موجب خمسة، تبقى الواي بموجب خمسة لتحت، وتروح راسب خط افقي وتكتب عليه لوكس لسي واحد. الواي بيجيب لوكس لسي واحد. بس ريبريزنت ذا كيوب باي تو بروجيكشنز، عايز مسقطين اتنين مش عايز اكتب المسقط التالت، مش مهم. نعمل ايه؟ افتكر كده في مسألة المنشور بتاع شيت النقطة، الراجل كان مديك ايه في المسألة هناك؟ كان مدي لك النقطة A، بيديك إحداثيات النقطة A وإحداثيات النقطة C، يعني كان مديك القطر AC، قطر في المربع. فروحنا جايين احنا على القطر AC منصفينه وأقمنا عليه عمود عشان نجيب القطر التالي، لأن القطرين في المربع مالهم؟ متعامدين وينصف كل منهما الآخر ومتساويين في الطول. طب هنا الراجل العفريت بقى، المسألة دي هي نفس مسألة المنشور اللي هناك بالظبط، بس قلل لي شويه في المعطيات بتاعته. ليه بقى؟ بدل ما يديني النقطه A اداني A داش، وبدل ما يديني النقطه C اداني لوكس بس، لوكس للسي، يعني ما ادانيش النقطه C نفسها، اداني لوكس بس. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي خدنا حاجات اكتر من شيت النقطه، وفاهمين ان الخط AA داش، AA داش مش ده خط فيرتيكال يعني عمودي على باي واحد، الخط العمودي على باي واحد بيبقى مسقطه في الباي واحد ايه؟ نقطة. الخط AA داش عمودي على باي واحد يبقى مسقطه في الباي واحد ايه؟ نقطة. يبقى سعادتك لما تيجي تسقط ال AA داش على الباي واحد هيبقى مسقطه في الباي واحد هي نفس النقطة A1 داش، يبقى A1 داش دي بتساوي ايه؟ تقدر تكتب جنبها ان هي بتساوي A1، ال AA داش عمودي على الأرض فيبقى مسقطه في الباي واحد نقطة، يبقى A1 داش دي اللي هو مديها لك هي تساوي A1. طب فين اتنين؟ هتقول لي هرسم من النقطة A خط تناظر وقيس الزد. نسينا نقول صحيح، احنا قلنا ان المربع ABCD ده يقع داخل باي واحد معناه حاجتين اتنين، اولا ان المربع ABCD هيطلع في الباي واحد ترو شيب، مربع بشكل حقيقي. تاني حاجة ايه؟ تاني حاجة ان الزد بتاع الاربع نقط A وB وC وD هيبقى بكام؟ بصفر. طالما الاربع نقط A و B و C و D واقعين في الباي واحد يبقى الزد بتاع الاربع نقط دول بكام؟ بصفار. فلما تيجي ترسم من A واحد خط تناظر اهو وتيجي تقيس الزد بتاع ال A بكام؟ بصفر، تبقى A2 فين؟ على محور الاكس. مش بس كده، ويبقى A2 A2 داش ده ماله؟ ترو لينس. يعني الراجل العفريت مديلك طول ضلع المكعب، مديلك ايه؟ طول ضلع المكعب، جميع اطوال اضلاع المكعب هو المسافه 2 2 داش. تاني الراجل كان مديلك
ايه واحد داش بس واتنين داش اللي هي النقطة اللي فوق دي. احنا الخط ايه ايه داش عمودي على باي واحد، يعني حالة خاصة. الخط العمودي على باي واحد بيبقى مسقطه في الباي واحد نقطة، يبقى ايه واحد داش دي هي مين؟ هي ايه واحد. مش بس كده، ولو خدت من ايه واحد خط تناظر وتقيس، تيجي تقيس الزد بتاع النقطة ايه، نقطة ايه دي على الارض، يبقى الزد بتاعتها بصفر، يبقى ايه اتنين هتطلع على محور الاكس. طب الخط اللي هو عمودي على باي واحد بيبقى مسقطه في الباي واحد نقطة، ومسقطه في الباي اتنين هنا بيبقى خط رأسي وطوله ترو لينس، يبقى اتنين اتنين داش ده ترو لينس، طوله حقيقي. يبقى انت كده الراجل من غير ما يقول لك ادالك طول ضلع المكعب. طيب دلوقتي انا عندي طول ضلع المكعب اهو اللي هو 2 2 داش، عايز اجيب نقطة سي. انت كده عندك النقطة ايه وعايز تجيب النقطة سي. هو ايه سي ده مش عبارة عن قطر في مربع؟ طب انت تعرف تجيب طول قطر المربع وانت عارف طول ضلعه؟ ما هو طول ضلع المربع هو المسافة 2 2 داش اللي هو ترو لينس، ما كل دول ترو لينسز قد بعض مش كده؟ انت عندك طول ضلع المربع اللي هو 2 2 داش، تعرف تجيب طول قطره اللي هو اي سي؟ اي سي تقول لي اه ارسم مربع، طبعا مش بالآلة الحاسبه، هو اه النسبه بين اضلاع المربع والقطر 1 1 جذر 2 لانه مثلث 45 مش كده؟ مثلث قائم و45 لانه متساوي الساقين. بس انا هعمل ايه؟ انا هجيبها بالرسم مش هجيبها بالآلة الحاسبه. فاروح اعمل ايه؟ اروح جاي على جنب كده وراسم مربع، مربع بشكله الحقيقي بقى، ده مش مسقط ولا حاجه. هرسم مربع طول ضلعه قد ايه؟ 2 2 داش اللي هو الترو لينس ده، هاخد الترو لينس ده واقيسه هنا 2 2 داش اي بي اللي هو طول ضلع اي بي ده ترو لينس، ده الترو لينس اللي هو ده يعني اي بي الحقيقي هو الترو لينس، هو الترو لينس ده اللي هو 2 2 داش. هقيس المسافه دي بالبرجل واجي احطها هنا، واروح راسم عمود من الاي وراسم عمود من البي وحاطط عليها نفس الترو لينس ده، نفس الطول ضلع ده قايسه هنا وقايسه هنا واقفل. يبقى انا كده جبت المربع الحقيقي اي بي سي دي. الاي سي بقى ده عباره عن ايه؟ اه ده القطر، هو ده القطر اللي انا عايزه مش كده؟ ده الطول الحقيقي بتاعه، ده المربع الاصلي اللي هيترسم زيه بالظبط بنفس المقاسات بتاعته هنا، لان المربع اي بي سي دي هيطلع هنا ترو شيب شكله حقيقي، يعني هيطلع بنفس الشكل ده كده بنفس الابعاد دي. خد بقى القطر اي سي ده بقى، يلا وتعالى نروح نرسم المربع. خد القطر اي سي الازرق ده بالبرجل وركز عند النقطه اي واحد، واعمل ممكن تقول لي اعمل دايره او اقطع بس الايه اللوكس ده، لان لو عملت دايره هقطع اللوكس ده في كام نقطه؟ اه انت ممكن تاخد القطر اي سي ده تركز عند الايه وتقطع ناحيه الشمال كده او تقطع ناحيه اليمين هنا كده صح، او تقول لي ارسم دايره وتبقى لوكس للسي واحد، فالدايره دي هتقطع الخط ده في نقطتين. انا اروح قايل لك ايه؟ ان الاكس بتاع السي اصغر من الاكس بتاع الايه، اكس سي اصغر من اكس ايه، يبقى لازم تاخد اللي على الشمال هنا. لو قلت لك اكس سي اكبر من اكس ايه، يبقى لازم تاخد القطر ده وتركز بيه عند النقطه ايه وتقطع يمين هنا. في الحاله دي تبقى اكس سي هي الكبيره، اكس بتاع السي اكبر من الاكس بتاع الايه. قلت لك اكس سي اصغر من اكس ايه، يبقى لازم تركز هنا وتقطع ناحيه الشمال كده. انا هقطع هنا وما قاليش، فانا هقطع ناحيه الشمال كده عشان تبقى شكل بالظبط مساله المنشور، لان هو كان مديني القطر اي سي عامل كده بالظبط بنفس الزاويه دي، نفس الزاويه دي بالظبط كده. فانا كده جبت مين؟ سي واحد. يبقى خدت القطر اهو، ده قطر المربع اي سي، ركزت عند النقطه اي وقطعت هنا جبت سي، اطلع بس خط اهو اي سي هو الطول ده بالظبط، واطلع بس من سي واحد خط تناظر اجيب مين؟ سي 2. سي 2 على محور الاكس ليه؟ عشان الزد بصفر، ما هو اي وبي وسي ودي الزد بتاعتهم بصفر مش كده؟ فالسي 2 هتطلع على محور الاكس برضه، 2 وب 2 وسي 2 ودي 2 كلهم هيطلعوا على الاكس، واحنا شفنا الكلام ده في مساله المنشور زمان، لان الزد بتاع الاربع نقط دول بكام؟ بصفر. فهطلع خط تناظر اجيب سي 2 على محور الاكس على طول عشان ما لهاش زد. طب تعرف نكمل بقيه المربع بقى؟ خلاص كده دي اصبحت نسخه طبق الاصل من مساله المنشور زمان بتاعت زمان بتاع شيت النقطه. عندي قطر في مربع وعايز ارسم بقيه المربع، ارسم بقيه المربع ده ازاي؟ اروح جاي على القطر ده اعمل فيه ايه؟ اروح فاتح فتحه اكبر من النص بالبرجل، اركز عند الايه، اركز عند النقطه اي واحد، هفتح فتحه بالبرجل اكبر من النص واروح عامل قوس الناحيه دي وقوس تحت وقوس فوق، وبنفس الفتحه اللي عملت بيها القوسين دول اركز عند النقطه سي واعمل لي قوس تحت وقوس فوق، وصل النقطتين التقاطع دول ببعض، يبقى ده ايه؟ عمود على القطر اي سي من المنتصف، يعني ده ايه؟ ده المركز
ده مركز من رابط. ده كده عمود، ومن المنتصف النص ده قد النص ده. خد بقى المسافة من المركز دي من اس اي هي نفسها اس سي هي نفسها اس بي هي نفسها اس دي. يعني خد النص ده اس اي وقيسه بقى هنا لفوق وقيسه لتحت، يبقى ده القطر التاني اس اي قد اس سي قد اس بي قد اس دي. وبعدين اوصل الاول هتسمي ده بي ولا تسمي ده دي، يعني اسميه اي بي سي دي ولا اي بي سي دي زي ما انت عايز. بس احنا في الغالب بنسمي في عكس عقارب الساعة، في عكس عقارب الساعة يبقى اي بي سي دي، بنسمي كده في عكس عقارب الساعة. معايا؟ تمام. ممكن ادي لك شرط اجبرك تختار البي هي دي؟ اه طبعا طبعا. ممكن اقول لك الاكس بتاع البي اصغر من الاكس بتاع السي، اكس بي اصغر من اكس سي، يبقى ما تنفعش تاخد دي هي البي ابدا، صح؟ اكس بي اصغر من الاكس بتاع النقطه سي، اكس بتاع السي اللي هو المسافه من الاوريجين لغايه هنا، الاكس بتاع البي لما تبقى اصغر منها يبقى لازم تاخد البي هي دي البي، ما تنفعش دي تبقى بي، فيبقى غصب عنك تسمي ده اي بي سي دي، يطلع مربع بشكله الحقيقي، جميع اطوال اضلاعه متساويه في الطول. طبعا اول سؤال هتتساله طول ضلع المربع ده كام، صح؟ او طبعا ممكن اسالك اقول لك هي الواي بتاعت البي طلعت بكام، الواي بتاعت البي طلعت بكام، او اقول لك طول ضلع المربع ده طلع بكام تقيسه. تمام. طب عايزين نجيب بقى البي 2 والدي 2، هتقول لي هرسم من بي خط تناظر واطلع بي 2 فين، برضو على محور الاكس عشان الزد بتاع البي بصفر، ومن دي واحد خط تناظر واطلع الدي 2 على محور الاكس، ليه؟ عشان الزد بتاعتها بصفر، يبقى 2 بي 2 سي 2 دي 2 كلها طالعه على محور الاكس عشان ما لهاش زد. طب عايزين نجيب بي داش واي سي داش ودي داش بقى، احنا عندنا اي داش موجود، عايزين نجيب بي داش اللي هو المربع اللي فوق، نجيبه ازاي؟ هتقولي ما هو الاضلاع برضو بي بي داش وسي سي داش ودي دي داش عواميد على الارض، يبقى مساقتهم على الارض ايه؟ نقط. يبقى الدي واحد البي واحد هي بي واحد داش، والسي واحد هي سي واحد داش، والدي واحد هي دي واحد داش، صح ولا ايه؟ طب عايزين نجيب دي اتنين داش وبي اتنين داش وسي اتنين داش، هتقول لي هرسم خط تناظر من كل نقطة فيهم، خط تناظر من كل نقطة فيهم، طب والزد بتاعتهم قد ايه بقى؟ الزد بتاع النقط بي داش وسي داش ودي داش، هتقول لي ما هو نفس الزد بتاع النقطة ايه داش اللي هو ارتفاع المكعب، ارتفاع المكعب اللي هو الارتفاع ده. فانا ممكن اخد من A2 داش خط افقي كده، لان ده الزد مش بس بتاع الA داش، بتاع الA داش والB داش والC داش اللي هم ليهم نفس الزد نفس الارتفاع عن سطح الارض. فبالتالي بس هرسم خط تناظر بقى من الB اهو، يعني امد الخط B2 ده فوقيه كده، يبقى ده الضلع B2 B2 داش، وفوق C1 داش اهو، لو مديت الخط ده كده هتبقى فوق دي C2 داش، وعندي الدي لو رسمت خط التناظر اهو هيبقى فوق الدي 2 ده الدي 2 داش. لو بقى وصلت القاعده اللي فوق اهو، ادي القاعده اللي فوق اهو 2 داش ب 2 داش، طلع قطعه مستقيمه افقيه 2 داش ب 2 داش سي 2 داش دي 2 داش، واي 1 ب 1 سي 1 دي 1 طالع على محور الاكس طبعا، يبقى هو ده المكعب اهو، المسقط بتاع المكعب في الباي 2، والمسقط بتاع المكعب في الباي 1 هو المربع ده بس، هيطلع مربع واحد بس. واضح الكلام ده؟ بس كده، دي المسألة رقم 9.